رح نشوف نحن انعكاسات على المدنيين بالتأكيد، لكن السبب فيها هو ليس القانون. القانون لا يستهدف المدنيين، وإنما القانون بشكل صريح يستهدف النظام السوري والداعمين له، الأنظمة الداعمة له أو المنظمات أو الأفراد أو الشركات التي تدعم هذا النظام. فالقانون لا يستهدف المدنيين، ولكن بسبب سلوك هذا النظام فالنظام سيقوم بتحويل أو تحميل المدنيين بعض من تبعات هذا القرار. يعني مثل ما الشيء اللي عم نشوفه حاليا، في انهيار واضح للعملة السورية، تقريبا كل ساعة عم يكون في نزول لسعر التصريف حتى بأيام العطلة وأيام الإغلاق، وصل تجاوز 3300 ليرة سورية للدولار الواحد، وهذا الشيء ما وصل لهذا الرقم من قبل. لكن هل النظام مع انهيار هذه العملة، هل النظام رح يقوم بضخ دولار بالسوق للسيطرة على العملة؟ أكيد لا. شفنا خلال الأسبوعين الماضيات أو الشهر الماضي كان في صراع بين رامي مخلوف والنظام والنظام السوري، أيا يكن من كان خلف هذا الصراع، لكن كانت جهتين عم يحكوا عن ملايين الدولارات، عن أكثر من 100 مليون دولار رامي مخلوف رح يدفع على النظام، هو قال رح يدفع. فهل هي المصاري رح تنضخ بالسوق للسيطرة على الانهيار اللي عم يصير؟ أكيد لا، لأنه هذا النظام لا يأبه بالمدنيين ولن يقوم بدعم المدنيين للأسف. وهذا الشيء اللي بلشنا نشوفه حاليا ببعض المدن، قيام مظاهرات ضد النظام. امبارح كان في اليوم امبارح واليوم في مظاهرات بسويدا بجنوب سوريا، بالاضافه الى خروج مظاهرات ليليه بدرعا وبريف دمشق وبادلب وبغيرهم. للمره الاولى في مناطق سيطره النظام من بعد المصالحات التي جرت عم تخرج مظاهرات بهذا الحجم، منددين بسلوك النظام تجاه التعامل مع الازمه الاقتصاديه الحاليه.